كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة إن شاء الله يمكن الزحمة بدأت من دلوقتي، الناس بتتجه للأماكن العامة، الحدائق، حديقة الأسماك، جنينة الحيوانات. إحنا بنتكلم في حوارنا كنا عن الترتيبات والاستعدادات، لكن بختم الحوار بدعوة بيقدمها ضيوف حضراتكم طبعا لزيارة الحدائق، حديقة الأورمان وجنينة الأسماك وحديقة الحيوان. وكمان عندهم يعني أمنية هيختتموا بيها الحوار. ببدأ بحضرتك يا دكتور، اتفضل. والله حك انا يعني بتاخد فرصه ان انا اوصي الناس بس بثلاث حاجات مهمه. دايما احب اوصي الناس بالثلاث توصيات دول. اتفضل. يعني منظومه النظافه جوه الحديقه جامده جدا وعاليه جدا، ارجو الحفاظ على النظافه. الناس قعدت على ترابيزه نظيفه، لازم برضو تجمع المخلفات بتاعتك في اقرب مكان وترميها في الاماكن اللي المخصصه ليها، مش أكثرها. يرموها على الارض، مع انه ممكن تبقى كل حاجه جاهزه، لكن هم مستسهلين ده انها صحيح. تترمي على نحافظ الارض. على المصارف المائيه والترع المائيه دي برضو نظيفه. رمي كمان الحيوانات بطوب او بالظبط، التعامل مع الحيوانات دي بطريقه غير حاجه لائقه تانية. وما فيهاش اي رحمه ولا انسانيه، بعيدا كمان عن التعليمات والارشادات، دي لازم صحيح، تبقى حاجه من جوه البني ادم. دي يعني حاجه تانية فعلا بحب اوصي بيها. التعامل مع الحيوان يكون من خلال تعليم الرفق بالحيوان وتعليم الدين هو بتاعنا. مش رايح علشان يأذي بالظبط، ما نحلفش الحيوانات يعني. حاجة، ما نأكلوش أكل مش أكله، وعندنا حراس خبرة في هذا الموضوع، يبقى التعامل من خلال الحارس. الحاجة الثالثة الحفاظ على الآثار. يعني احنا عندنا أماكن أثرية كتير جدا قيمة داخل حديقة الحيوان. في شباب بيحب يتسلق الآثار دي، في شباب بيحب يكتب ويكتب عليها عليها. للأسف بالظبط، الشديد. فأرجو الحفاظ طيب على دلوقتي في الآثار. شكوى جايه لنا دلوقتي، الزملاء بيبلغوني بيقولوا انه الجنينه فيها مكبرات صوت او فيها يعني اصوات اغاني من الاكشاك، والمحلات اللي جوه مشغله اغاني بصوت عالي بصوت جدا، عالي. والاغاني درجه ثالثه. يمكن ده كان يمكن قديم شويه ولا حاليا احنا ده مانعين هذا. دلوقتي من شهر؟ لا، ده بيقولوا من يعني شهر. احنا مانعنا هذا الكلام يعني بما ان تماما. حضرتك معانا بيوجهوا الرساله يعني لحضرتك، اوكي بس هي من تمام. شهر مش النهارده. احنا حريصين على ان فعلا هذا السلوك ده ممنوع، ولازم الناس تستمتع بهدوء الحديقه، والحيوانات حتى بتتاذى من الاصوات العاليه دي، فالكلام ده ممنوع تماما. منعتوه يعني؟ منعنا تماما. تمام. كلمه اخيره يا فندم سريعه. واحنا بنناشد الجمهور الكريم، زوارنا طبعا واهلنا يتفضلوا في اي وقت للاورمان من الساعه 8:30 صباحا للساعه 4:30 عصرا. واحنا بس بنرجوهم، الاشجار دي احنا ورثناها، الحاجات دي لابد ان احنا نسلمها للاجيال اللي بعدينا، محدش طبعا يكتب عليها، محدش يقطع منها الحفاظ على اوراق، كل حاجه حفاظا عليها. ارجوكم. يعني برضو الازهار اللي موجوده حافظوا عليها، ده احنا اللي بنتمناه من ان جمهورنا شاء الله بكره يكون ان في شاء الله. التزام، ان شاء الله. لانها في الاخر بلدنا وكلها مقتنيات من وطننا. شكرا جزيلا دكتور محمد رجائي، رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. شكرا يا فندم. دكتور سيد حسين، مدير حديقه الاورمان. شكرا يا فندم. شكرا كل سنه لحضرتك. وحضراتكم طيبين طيبة وبخير. خير. كل سنه وحضراتكم طيبين وتصبحوا على خير.